للطلاب اللي طلبوه شلون نسوي تعديل على البي دي اف هذا البرنامج يسوي التعديل هذا هو راح اعطيكم الرابط ما تهمينه تدخل الاستمارة هذا القلم الجوة تعليق نص تضغط هنا اي مكان تكتب اللي تريده مثلا سنين تكتب مثلا كرار هيدر نجم جيد تقدر تسوي له من هنا كبر وصغر بالخط وغير اللون زين الخط من هنا تكبره وتصغره نوع الخط من هنا تقدر تعدل على هاي السوالف احسن ان شاء الله رجع احمر احسن جيد موافق تقدر تحرك بالنص براحتك بس هذا الاسم اجي هنا الايج نفس الشيء همين النص تضغط على هنا نفس المكان تكتب الامر سيف اجي هنا الولادة تضغط هنا ايضا تكتب وثنين تعطي فلترة تغير هنا لان شوية الخط قليل خلي فلت اربعة وتكمل البقية بقية الاستمارة هاي هنا طالب منك الفون نمبر هاي هنا تقدر تحددها من هنا بالتمييز مثلا هو متزوج هذا مثلا متزوج تعطيه هنا تحديد على هذا وتكمل الاستمارة تمليه نص وتحديد